وين ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. قلنا فترة طويلة ما طلينا على المعهد البحوث، معهد البحوث العلمية الصناعية. هالمعهد له دور كتير كتير مهم، خصوصا من خلال مختبراته يلي بالنتيجة وزارات هي بتفحص عنده، مواطنين بيقدروا يفحصوا، وبالوقت ذاته فينا نقول انه هو صار على مستوى كتير عالمي وبنقدر نتكل عليه. أنا بسرني كتير اليوم أن استضيف مدير المختبرات في معهد البحوث الصناعية اللي حالياً بالحدث، وإن شاء الله بيصير عندهم مبنى جديد هلأ نحكي عنه. ولكن بداية بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك. شكرا. ومنحييك، منحيي كل العاملين معك، وأكيد رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس بسام الفرنية اللي بوجه له كمان تحية. اليوم من وين منبلش؟ قد ما في أمور عم تتراكم، بس فينا نقول دائما انه ما دام في معاهد علميه يعني نتائجها علميه تصب في مصلحه اللبنانيين، خصوصا اذا حكينا سلامه غذاء، سلامه عامه، اتفاقات مع وزارات، يعني مختبرات معترف فيها في لبنان والخارج، وهيدا دليل قديش نحن بلبنان متقدمين. بنقوله للبناني لازم تقصد هذه المعاهد وهي بخدمتك. شكرا اول شيء على المقدمه. ثاني شيء بتصور يمكن، وهذا كان حديثنا الجانبي من شوي، انه نحن ما في شك عم نقطع بمرحله منا كتير حلوه، بس دائما بلبنان نحن تميزنا بقدراتنا العلميه. اليوم سياسه الاداره العامه لمعهد البحوث الصناعيه كانت من قبل واليوم مكفيه بهالظروف اكيد اكثر من اي وقت مضى، لحتى لنضل هالشعاع العلم ان كان على صعيد لبنان أو على صعيد الخارج. فمشان هيك مختبرات المعهد متكاملة، فيها كل الاختصاصات، سهرانة على كل السلامة العامة، على صحة المواطنين. طبعا بتشتغل بطريقة شوي بعض المرات الجندي المجهول، وهيدا الشيء بيتطلب مختبرات عنده اعتراف علمي دولي. فمشان هيك من سنة 2004 حازوا غالبية طرق التحاليل بهالمختبرات على الاعتماد الدولي، وانتسبوا مختبرات المعهد لجهات علمية مرجعية، جعلت مع مختبرات معهد البحوث الصناعية تكون مرجعية على صعيد المنطقة كلها ككل. يعني بدءا من فحص الماء وصولا لفحص قوارير الغاز، واذا ما في دمغة عندكم يعني ما بتمشي بالسوق، يعني عم بعتل من حد اقصى يعني قد ايه. وهلا اني اكيد بالتفاصيل بنحكي، ولكن رح بلش معك بروفيسور متى بموضوع نهار الثلاثة كان في لجنه نيابيه للصحه حضرتكم مشاركين فيها، اخذت قرار اللجنه بالغاء ماده الفلور عن الملح. هلا في كتار سمعوها بس ما عرفوا شو اهميتها علميا، شو اهميتها بروفيسور؟ بالحقيقة بس دقيقة أول شيء تقول بالنسبة لمعهد البحوث الصناعية. نعم. ليش نحن كنا موجودين بهذه اللجنة؟ نعم. نحن منقدم خدمات تقنية لمختلف الوزارات. نعم. وللجان طبعا النيابية المتخصصة، فشكل معهد البحوث الصناعية شوي ذراع تقني للدولة اللبنانية. من نعم. هالمنطلق دايما الرأي العلمي يستند بغالبية الأوقات لمعهد البحوث يعني الصناعية. يعني أخذوا رأيكم السادة النواب بهاللجنة لأن كانت عم تنطرح، وأكيد. نعم. إذا فيك تعطينا شو مطروح حاليا حتى الرأي العام اللبناني يعرف أنه ما بيطلع شيء عشوائي على المجلس النيابي إذا ما كان في قرارات مبنية على اختصاصات معينة. يعني. نعم، يعني مشان هيك وجودنا بهذه اللجنة هو ارتكاز على العلم بدرجة أولى. نعم. بالعودة لموضوع الفليور تحديدا، بسنة 2011 في قانون معين عنا بيلزم. بدنا ننتقل مباشر بروفيسور. بروفيسور متى كنا عم نحكي عن الفليور إلغاء هالمادة من الملح. نعم. لكن بسنة 2011 طلع قانون عنا ألزم أنه يكون في إضافة لمادة الفلوريور بالملح بنسبة تكون بحدود 250 ميلي جرام بر كيلوغرام. هلأ اليوم في وعي معين على إضافة هالمادة وفي جدل علمي كتير كبير عليها. أول شغلة
الفلوريور منه مضاف غذائي، يعني ولا دولة بالعالم تستعمله لحتى تزيده على أي منتج. تاني شغلة، المادة الفلوريور بتعمل بايو اكيوميليشن بالجسم، بتضل مكدسة بالجسم مع الوقت، وبتعمل مضاعفات على الاي كيو، بتعمل مضاعفات على الجهاز العصبي والى اخره. لكن نحن معرضين لكل هالانواع من المخاطر من بهالاضافة هاي. زيادة عن هيك، نحن بيطلع لنا بجسمنا بناخد مادة الفلوريور من عدة مصادر تانية، شوي من المي، من الشاي ضمن عاداتنا الغذائية، من معجون الأسنان إذا كذا مرة بالنهار. يعني كل هودي، كل هالسورس، هالمصادر هاي عم تجيب لنا كمان فلور على جسمنا. لكن كانت هون هالدراسات هيدي عم بتقول كل مخاطر الفلور من ميل، تاني ميلة عم نقول انه منه مضاف غذائي، ليش بدي ألزم كل الناس يخدوه؟ فمشان هيك كان اقتراح هالقانون بلجنة الصحة النيابية. يعني هلأ اللي موجود بالسوق موجود، بس من اي متى سيبدأ تطبيق هذا القرار؟ القانون رح يفوت دغري حيز تنفيذ دغري. حتى نحكي شوي بالمختبرات، معهد البحوث الصناعية، اليوم شو بتفحصوا؟ قديش؟ نعطي فكرة شوي للمواطن اللبناني. طبعا مختبرات معهد البحوث هي مثل ما ذكرت بالبداية، هن مختبرات شاملة تشمل كل الميادين العلمية يلي موجودة، وهي كمان مش بالضرورة بس يكون عنا مختبرات وشاملة، بدنا نكفل انه عم تعطي نتيجة مزبوطة. فمشان هيك كان عندها اعتماد دولي من اول ما طلع الاعتماد الدولي من سنة 2004 لتاريخ اليوم. ومشان هيك في سيرفيلانس فيزيت بتصير، بتتم على هالمختبرات كل سنة. عنا اعتمادين من الهيئة الألمانية، والاعتماد من الأمريكان ناشونال أكريديتيشن بورد. لكن هالمختبرات شو بتفحص؟ مثل ما ذكرت كمان حضرتك، بتفحص للدولة، بتفحص لسلامة الغذاء، بتفحص للسلامة العامة، سلامة مواد البناء، الهياكل المعدنية، الأدوات الكهربائية، ألعاب الأطفال، التجميل، قوارير الغاز. قبل ما تقطع على معهد البحوث يلي عندهم مراسيم إلزامية، وهيدي بتقييم المطابقة وبتنسيق مع الجمارك اللبنانية. طبعاً مع كل الوزارات مثل ما ذكرت أول شيء. اليوم نحن طبعاً وزارة الصناعة نحن اليد التقنية لها، الكشوفات، الدراسات الصناعية يعني بتتم بتنسيق كتير مباشر معنا، وزارة الاقتصاد، حماية المستهلك، البيئة. اليوم كمان عم نواكب البيئة يعني بشكل ما يطلب منا، وزارة الزراعة، الصحة، الدفاع، الداخلية، الطاقة والمياه إلى آخره، كل هالوزارات. وكمان لبنور، مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية، يلي نحن كمان عنا ضمن لجان الخبرات تبعها. بروفيسور، بعرف في نتائج فحوصات الناس يمكن هي أكتر شيء ناطرتها، هل نحن بخطر؟ هل نحن عم نتأيد؟ هل قررت تعطينا هيك إحصاء معين عن الفحوصات والمواد، وحتى ياخذ رأي العام اللبناني فكرة؟ هلأ الإحصاءات موجودين، بس في شغلة كنت عم فكر فيها أنا وجاية أول شيء كمان كمواطن عم فكر فيها أنا وجاية. يعني بتصور المواطنين، وأنا طبعا مواطن لبناني، تعب أنه يطلعوا الناس يخبروا أنه في مشاكل وهالقد الوضع مأزم بكل الميادين. طيب والمواطن بحس حاله عاجز، بينما اللي لازم يشتغلوا هذا الشغل يمكن ما عم يشتغلوه أو ما يشتغلوه منقوص. مشان هيك اليوم أنا رح أعطي بعض الإحصاءات، ما رح أقول أنه في هلع، لا ما في هلع، لأن إذا في هلع منكون نحن ما عم نعمل شغلنا مزبوط. لكن اليوم رح أعطي أنا بعض الإحصاءات اللي موجودين، رح أقول أنه نحن عم نقوم بشغلنا، مشان هيك هالنتائج فيها تحسن، ومشان هيك مش كل الناس موجودة بالمستشفى، ومشان هيك مش كل الناس مرضى، ومشان هيك. وبعرف أنه عندكم تقرير سنوي دايما بتوزع على كافة المعنيين على الأراضي اللبنانية، وهالتقرير مش بس ورق، هذا التقرير حتى نعرف نحن بأي واقع وشو كيف لازم نحسن وشو هي الحلول. نحكي شوي يلا. بالنسبة ل أنا أخذت إحصاء من سنة، إحصاءات من سنة لليوم. بالنسبة للمواد الغذائية عندنا تقريبا من سنة لليوم قايمين بحدود 100,000 تحليل. 100,000 تحليل تقريبا على ما يعادل 20,000 عينة. هلأ إذا بتقلي لي قديش نسبة عدم المطابقة كانت، أكيد في سلع أكتر من سلع لأنه بتحمل عدم مطابقة أكتر من التخزين أو غيرها. هودي
الاحصائيات اللي هلا رح اعطيهم هن شغل داخل المعهد، مش ضروري بضاعه فايته. نعم. بعد شوي رح احكي بالاستيراد. نعم. بهالارقام هيدي اللي موجوده عم بتكون تقريبا عدم المطابقه بسلامه الغذاء بحدود ال 20-25%، والباقي عم بيكونوا يعني نسبيا نحن مش يعني مش تحت خط الافرج. هلا طبعا مرات بنقول انه في بالنسبه للتحاليل الجرثوميه عندنا أيه. اليوم خطر اكثر من البارامتر الكيميائيه بالمي مثلا اكثر من غيره، ولا بالمي موجوده، بس نحن لازم نحكي عن شغلتين بس نقول عن النتائج. اول شيء اذا موجود بكتيريا ممرضه، ثاني شيء بالنسبه للنسب، لانه مرات بيصير عندنا تعداد صحيح بضر بس إلى معالجه، ومرات تانية بيكون عندنا هافي جروس، بيكون عندنا تضخم كتير كبير بالأعداد وهون يصعب المعالجة. الهافي جروس ما عم بيكونوا كتير كتار، يعني اللي موجودين نحن عم نقدر نعطي نتيجة، عم نقول بعض الارشادات التقنيه للناس او للصناعيين. في تجاوب معكم بروفيسور؟ ايه طبعا في تجاوب. اكيد في تجاوب. فمشان هيك هيدي النقطه اللي عم بقولها، انه اليوم اوكي انا عم بعرض نتائج بس نحن من وراها في ارشادات تقنيه للتحسين، ومش ضروري انه انا اعود يعني سير هالهلع عند الناس. عم نقوم بشغلنا والوضع منه ابيض منه اسود، رمادي وله حلول أكيد. بعد الفاصل بروفيسور رح نكمل معك. نتابع الحل عنا مع البروفيسور جوزيف متى، رئيس مختبرات معهد البحوث العلمية الصناعية. بروفيسور كنا عم نحكي عن الفحوصات وتقريبا نتائجها أخذت لنا من سنة لهلأ. نعم تفضل. كنا بلشنا بسلامة الغذاء بشكل عام، بعدين مثل ما قلنا في بضاعة تانية، مثلا بالهندسة المدنية أجرينا تقريبا بحدود 81,000 تحليل، بالكهرباء 122,000 تحليل. دونك هودي كلها يتون لحتى نقول انه لا، هالبضاعة كلها تحت السيطرة تحت الفحوصات، في عدم مطابقة، هذا شيء طبيعي عم يتقلص عدم المطابقة. يمكن اول ما تبلشوا المراسيم الإلزامية وغيرها كان نسبة كتير عالية، لا نزلت 20%, 4%, 1%. لما نوضع نورم يعني شروط ومواصفات يعني صارت يريحت كتير كمان. ايه طبعا، لانه أكيد. لو ما عنا مواصفات ولو ما عنا مختبرات كان بفوت شو ما كان على لبنان. وهون جايب كمان تقريبا نسخة عن البضاعة يلي سقطت كمان من سنة لليوم. نعم. عنا بحدود من سنة لليوم 50 طن مسحوق غسيل سقطوا، هولي عم بيكونوا مخلوطين ملح بنسبة 60%, 70%, 80%. وأنجع 20% مسحوق غسيل، يعني لما بيسقطوا يعني منهم موجودين بالأسواق. لا مش مفروض، إلا إذا كانوا إذا نوجدوا بالأسواق بيكونوا بطرق منا شرعية. زيوت إيدروليك، ومع كل أهميتها للناس يلي بيستعملوها، رافضين 7000 لتر لأنه بيجي فيه الفوم نسبة الرغوة كتير عالية. هيدا منه زيت، هيدا بينحط وبينزع كل المكانات الصناعية أو المكانات يلي يستعمل فيها. مستلزمات طبية، رافضين 256,000 قطعة بالمستلزمات الطبية، حقن معقمة على أساسية معقمة تطلع لها بحدود 110,000، خلاطات كهربائية بحدود 1,000، بطاريات 8,000، لمبات 1,000، حقن معقمة 110,000، ميازين حرارة 5,000، عصارات وسخانات كهربائية تقريبا 4,600، عدادات الكهرباء 1,000، مجففات شعر 500، وفواصل كهربائية 720. هول الإحصاءات أنا كتير مهم أنه نذكرها، لأنه الشفافية المتبعة من قبل إدارة العامة لمعهد البحوث قررت بآخر كل شهر تصدر نشرة بكل وسائل الإعلام وتقول نحن بهذا الشهر هالقد فات لعنا أمور، هالقد انرفض، وهود الرفض مثل اللي هلأ عم بقريون، هو أنواعهم، هو كميتهم، ومن وين بلد المنشأ. هون كمان موجودين في ضغوطات عليكم دكتور، تدخلات المعهد اليوم سيتو يعني سابقوا أنه ما حدا بيقدر يتدخل. مزبوط، ولا أي سابقة صارت من قبل، فمشان هيك نحن اليوم مسلحين بعد هالعشرات السنين من الشغل 2004 ولا مرة صار سابقة بهذا الموضوع. فمشان هيك هلأ
شبه معدوم الضغوط لأنه صار معروف أنه إذا بمعهد بحوث صناعية معناتها إجراء علمي تقني بحت، ما في شيء تاني. يعني لما الوزارات عم بتنسق معكم يعني معناتها الوزارات هي كمان أساسية، لما بتتقبل أي نتيجة مفروض أنها تعممها طبعا، خصوصا إذا كانت سلبية تأخذ إجراءات فورية طبعا. ومن بين الوزارات طبعا الوزراء النشيطين كمان يلي هن بيستندوا على طول على معهد البحوث، والوزارات اللي شوي حساسة مثل الدفاع مثلا كمان بتستند كل شيء على نتائج معهد البحوث. دونك هودي كل يعني باختصار بروفيسور فين نقول كل شيء عم بيدخل بطريقة شرعية وعم يوصل لعندكم أنتوا واضحين بالنتائج طبعاً. بينما هلا بنحكى دائما عن تهريب، يعني لما بيكون غير مطابق بكميات حقن وغير، يمكن هيدي مش صنعة في لبنان، ما بعرف صنعة في لبنان. لا لا لا، هولي عندنا بلد المنشأ مفصل يلي متراوح من الصين لدول عربية لأوروبا إلى آخره، يعني مفصلين بشكل. وبفتكر على المعنيين على الطرق الشرعية إن كان جمارك ولا مطار ولا غيره، أو إذا كانوا مستوردين بس وصل كونتينر ما بيفوت قبل ما يقطع على معهد البحوث تكون واضحة عند المشاهدين طبعا. للسلع يلي عندها مراسيم إلزامية بإجراءات تقييم المطابقة ما في شيء بيفوت إلا ما نقول هيدا مطابق. عندنا كتير بعد سلع بانتظار يصير في لها مراسيم تطبيقية. نعم بعد موجود سلع ومهمة ما عندها بعد. عم تشتغلوا عليها يما إما هيدي مش دوركم؟ لا تلفتوا؟ نلفت النظر طبعا أكيد، إنما نحن دورنا أنه نكون حاضرين عندما بيكون في إلزامية معينة. نحن في ردي. تطوير للمختبرات لإلكم شو عنا شيء هيك مستقبلا جديد بروفيسور؟ حضرتك ذكرتي أول ما بلشنا مبنى جديد. في مبنى جديد، وهيدا المبنى الجديد كان تطلع المدير العام من فترة طويلة للتطوير والتحديث. يعني ما رح نوقف على اللي نحن موجودين عليه، رح منضل نحن يعني لمحة أمل بكل هيدي الظروف. مثل ما قلنا هيدا المبنى الجديد رح بيكون مطابق لكل المعايير البيئية العالمية، رح بيكون جرين بيلدينج، ورح بيكون في توسع لكل المختبرات يلي موجودة معنا، بلس كل الأجهزة والمختبرات الجديدة يلي بتواكب الحداثة العلمية عالميا. نعم. فمشان هيك هذه صورة المبنى القديم. قديم بنشوف الجديد. مكات يمكن. لا لا مش مكات مش أبدا مكات. لأنه ولا مرة كان المعهد يحو هيدا الجديد. ولا مرة كان المعهد بسياسته يعني بإدارته العامة الموجودة في حكي إلا دغري عند التنفيذ. دونك مشان هيك لا منفذ هيدا المبنى حوة، وهدفه مثل كل أهداف الاستراتيجية الإدارة العامة حماية الصناعة والاقتصاد وصحة الناس والسلامة العامة، أبحاث تطبيقية يلي نحن عايزينها لتطور صناعاتنا ولمواكبة المشاكل البيئية وغيرها، لأنه هلأ عنا تنسيق كتير كتير قوي مع الجامعات، خاصة مثلا الجامعة اليسوعية، وقايمين عاملين منشورات عالمية على كتير أمور ما في غيرنا بيفحص في تبادل كمان مع الدول ما هيك. ايه طبعا الأسبوع اللي جاي في يورولاب. يورولاب هو تجمع كل المختبرات المرجعية الأوروبية، ومعهد البحوث الصناعية عضو فيها، هو العضو الوحيد المش أوروبي يلي موجود فيها. الأسبوع اللي جاي في اجتماع لحتى لي كمان نواكب كل هالأمور العلمية الجديدة ولنضل بهالانتراكسيون هيدي مع برا. يعني أنا بروفيسور حبيت اليوم أرجع ضوي على هالمعهد لما قاله من دور مثل ما قلت كتير أساسي يريح المواطن اللبناني، والوزارات أكيد اللي عم تتعاون معكم، وفي يقوله لأي مواطن أي مستورد أي مصنع يقدر يتواصل معكم حتى ياخد طبعا بده الليبل تبعكم حتى يمشي بالبلد ما هيك. في إلزامية ببعض السلع. ايه في برنامج اسمه شارط المطابقة Product Certification، يعني مثل يلي هلأ بقوارير الغاز. صحيح. مثلا صحيح. بيقدر واحد يروح عليها هيدا فاكولتاتيف، أو بيقدر يفحص من قبل ليشوف إذا مطابق قبل. أنا بدي أشكر حضورك معنا. شكرا مرسي كل العاملين معك، بتمنى لكم هيدا أسبوع مريحة. إلى اللقاء التنين مع الحل عنا MTV. شكرا بروفيسور. شكرا مرسي.